اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في تغطيه مباشره لاحتفالاتنا بكاس العالم في مصر. كاس العالم في مصر لا يسمح بلمسه الا من المنتخب الفائز ورئيس الجمهوريه لما الكاس يروح بلد من البلدان، عشان كده رئيس جمهوريتنا مسك الكاس وتصور معاه. مصر سعيده بوصول كاس العالم اليها وحزينه لانها لم تصل اليه. معي كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه. مساء الخير سياده الوزير. الو سياده الوزير مساء الخير. اهلا مساء الخير يا استاذ خير، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك وبمشاهدي سي بي سي. اهلا. بقول ان مصر سعيده بوصول الكاس اليها وحزينه لاننا لم نصل اليه. طبعا بالتاكيد، يعني المفروض احنا اللي نروح كاس العالم مش هو اللي جينا. فجالنا لحد عندنا عشان مصر كبيره برضو. طبعا 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 مفيش شك، طبعا حدث تاريخي طبعا وحدث بنفتخر بيه كلنا كمصريين، لان يعني وصول كاس العالم عندنا ده له اكثر من معنى في الحقيقه. نعم. يعني في هذا التوقيت تحديدا ان اكبر اتحاد دولي النهارده هيبقى حريص ان مصر تكون هي احدى الجولات الرئيسيه في جوله كاس العالم، اعتقد ده شيء رائع جدا، بياكد ان مصر امنه ومستقره، بياكد كمان ان مصر قادره على ان ترعى اي احداث رياضيه. في الحقيقه يعني مساله ان الكاس يخرج بمسؤولين من الاتحاد الدولي بالشركه الراعيه وقيادتها في هذا التوقيت، اذا رساله واضحه جدا للعالم كله ان مصر بتعيش استقرار حقيقي غير مصطنع، بترد على كل الاعلام المغرض اللي بيحاول يصور بلدنا على عكس الحقيقه تماما، فبالتالي يعني هو حدث تاريخي بكل المقاييس بالتاكيد. ممكن يدعم الرياضه في مصر ازاي؟ يعني احنا ما وصلناش كاس العالم او بقى املنا ضعيف جدا، فده بيأثر على الرياضه في مصر. وصول كاس العالم في مصر بالمعنى السياسي والمعنى الامني ممكن نستفيد بيه في الرياضه ازاي؟ هو طبعا هو له طبعا بعد امني مهم جدا، وده المكسب الحقيقي، لان الامن طبعا بيبقى مرتبط بعد كده بالاستثمار وكده بالسياحه. وانما مساله الـ 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 الوصول لكاس العالم من هنا ما اعتقدش في دول كبرى وعظمى في الرياضه كمان وما بيكتب لهاش ان هي بتوصل كاس العالم. هي الفكره كلها ان البعد الامني والاقتصادي والاستثماري وايضا السياحي اعتقد انه مطلوب جدا في هذا التوقيت. مساله يعني فرصنا الصعبه او شبه المستحيله، اللي شبه مستحيلة دي ما تقللش أبدا كمان أن مصر برغم كل ظروفها الصعبة قادرة على أن هي تعمل إنجازات رياضية. مصر ما زال فيها أبطال على مستوى الألعاب الفردية، على مستوى الألعاب الجماعية أيضا، فريق منتخب السلة وصل كأس العالم من شهور قليلة جدا، الطايرة بيكسب إفريقيا، النادي الأهلي خد بطولة أندية إفريقيا منذ أيام قليلة، منتخبنا لو ظروف طبيعية في الحقيقة ولم يعني نتعرض ل في غانا في الحقيقة لحالة غريبة جدا غير مفسرة كرويا، انت عارف في الطب كده في حالات يقول لك غير مفسرة طبيا، صحيح. ففي الحقيقة حالتنا كانت في غانا هي غير مفسرة كرويا، فبالتالي يعني لولا الظروف دي كان ممكن جدا كمان يكون عندنا امال اكبر من اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وان كان مفيش مستحيل، انما يعني مضطرين ان احنا نتمسك بالامل حتى لو بنسب قليله جدا، لان الرياضه علمتنا كده، والكلام ده بنقوله لاولادنا ان شاء الله اللي هيخوضوا مباراه مهمه كمان 4 ايام تحديدا، وبالتالي عليهم كمان النهارده اما يجي يغيروا الصوره، ما هو ده انتصار حقيقي بغض النظر عن الوصول من عدم. صحيح. النهارده ظهرنا امام غانا بصوره مغايره تماما عن الحقيقه، فبالتالي جاتنا الفرصه النهارده وكاس العالم عندنا ان احنا نقول برضو ان كان ممكن جدا نوصل كاس العالم، وكان ممكن جدا نقدم مختلفة عن اللي قدمناها يوم مباراة غانا الاولى. بشكرك جدا كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضة، لانه جاب جون مصر الوحيد في كاس العالم، ده لوحده يخليه يعيش بدون انجازات تانية، رغم ان كانت انجازاته مع المنتخب كبيرة، فما بالنا لو كان شال الكاس. كابتن مجدي عبد الغني اهلا وسهلا. ازيك صحتك؟ ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، وحشني جدا. ربنا يخليك انت كمان. انجازاتك كتير وكان انت صاحب الفرحه والهدف الوحيد في كاس العالم. ربنا يخليك. فكيف تنظر الى كاس العالم شخصيا بقى؟
والله طبعا هو وجود كاس العالم في مصر, تتكلم على وجود كاس العالم في طبعا مصر ولا طبعا وطبعا ما فيش شك, يعني شيء جيد اولا زي ما قال مع الوزير طارق زيد انه احنا في احتياج لدعايه توضح بالضبط حقيقه الامر. يمكن انا بكلمك وانا دلوقتي في هولندا, الوسائل الاعلام للاسف الشديد بتظهر الصوره سلبيه بحد كبير بعكس ما هو موجود في مصر. الامور عندنا اكثر استقرارا, يمكن بدات الحكومات تتفاهم جيدا الموقف في مصر وبدات ترفع الحظر عن السفر لرعاياها لمصر, وده شيء جيد جدا. موضوع زي وجود كاس العالم وزيارته لمصر وبعد كده ذهابه خارج مصر بامان وبسلام, اعتقد ان ده هيدي ثقه اكتر في الحياه الموجوده في مصر وفي الحكومه المصريه وفي الشعب المصري وفي كل المناحي وكل المجالات, يعني هيؤدي الى 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 شيء جيد جدا لينا جميعا. فطبعا يعني انا يعني اعتقد ان مزيد من الاستقرار في الايام القادمه, كل اللي بيحدث محاولات يائسه للاسف الشديد لمحاولة زعزعة الاستقرار, لكن أعتقد تكاتفنا وتكاتف الشعب المصري والنخبة المصرية تؤدي إلى الشيء الإيجابي اللي احنا كلنا بنتمناه في المستقبل بإذن الله. احنا عندنا اسم الناس ما تعرفوش, عبد الرحمن فوزي, كابتن عبد الرحمن فوزي. ده جاب جونين في 34, بس ما اذا كان انا دلوقتي يعني اذا ما كانش الاعلان اللي انا عملته وما كانش الموضوع كاس العالم الاولاد الصغيره ما كانتش هتعرفني. صحيح, فاحنا مدينين ويجب ان احنا نعترف بكل الذين اسعدونا. طبعا مفيش شك, وكابتن عبد الرحمن فوزي هو يعني كابتن كبير جدا, لكن للاسف الشديد كان في زمن في 34 بقى اتظلم لان لا يوجد يعني ما كانش فيه تلفزيونات وما كانش فيه وسائل اعلام. صحيح, بهذه القوه. يعني يمكن احنا في التسعينات الاعلام اللي كان موجود في التسعينات مختلف تماما عن الاعلام اللي موجود في القرن الواحد وعشرين, فالامور دلوقتي واخده مناحي اكبر, واللاعب اللي بيلعب دلوقتي غير اللاعب اللي كان بيلعب في الثمانينات وفي السبعينات, الامور بتختلف تماما. لكن وجود الحاجات الحديثه زي اليوتيوب والتسجيل الاهداف على التلفزيونات على وسائل الاعلام وانها بتنزل على اليوتيوب بتدي شويه فرصه للجيل الجديد انه يتعرف على صحيح. الجيل القديم شويه الى حد ما, لكن طبعا كل دول كباتنا واحنا كلنا وبعدين ميزه مصر يا استاذ خيري انها لا تنسى من اعطاها. نعم, كل المجالات, وده ميزه الشعب المصري العظيم, وده ميزه وسائل الاعلام المحترمه وميزه الشخصيات المحترمه اللي بتقود الاعلام زي حضرتك كده. الناس شكرا كلها كابتن. بت 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 في الحقيقه لا تنسى اطلاقا من اعطى هذه البلد في كل المجالات, سواء في الرياضه او في الطب او في السياسه او في الاقتصاد, او الناس كلها بتذكر بالخير والناس كلها بيبقى لها تواجد حتى بعد سنوات طويله جدا من انتهاء عطائهم, الا ان برضه ما زال الشعب المصري بيذكرهم بالف خير, ودي ميزتنا ودي قوتنا, وده يمكن مش موجود في اي حته في العالم. خد بالك ده بنتميز بيه في مصر وبيعطينا الالفه والمحبه اللي موجوده بيننا ان شاء الله, وهتفضل موجوده على طول الخط باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا كابتن مجدي عبد الغني, كابتن ونجم مصر والزميل الاعلامي, ومره اخرى عليكم ان تتذكروا صاحب اول هدفين لمصر في كاس العالم كابتن عبد الرحمن فوزي نجم المنتخب. وكما نشكر لابد ان نشكر ايضا كوكاكولا مصر, الجهد اللي عملته علشان يكون الكاس هنا. لابد الناس كل واحد يدي البلد دي حاجه, اهو اعلان مباشر, طالما لمصر فمصر على الراس, اي حد يمد ايده يسعد المصريين او يضيف الى مصر او يبعت رساله لمصر لازم نقول له شكرا. معايا الاستاذ احمد نظمي مدير التسويق بشركه كوكاكولا. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ خيري, ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك. بشكرك على الهوا مره تانية على اللي انتوا عملتوه, على جهودكم, على هذا الاداء العظيم والتنظيم المحترم اللي مخلي مصر في منطقه كانت محتاجه اليها, ان الناس كلها تنظر الينا. يا ريت تحكي لنا
الرحله اللي خطوها لحد وصول كاس العالم الى مصر؟ والله يا استاذ خيري انا متشكر جدا على التقديم ده. انا مش عايزك تشكر كوكاكولا لان احنا بالي ان احنا بنعمل الكلام دوت كلنا لمصر، يعني حضرتك كل الاعلاميين كل القنوات اللي بتستضيف الكاس ده دلوقتي عشان تبعت رساله واضحه وصريحه للعالم كله ان مصر امنه ومستقره سياسيا وان احنا عندنا خارطه طريق ماضيين في تحقيقها ان شاء الله. فاحنا الرساله دي رساله قويه جدا للعالم كله، دي نمره واحد. نمره اتنين، في رساله اقتصاديه واستثماريه ان لما شركه زي شركه كوكاكولا بتشتغل في حوالي 207 بلد في العالم، فاحنا لما نجيب النسخه الاصليه من كاس العالم مصر ونضخ استثمارات بقيمه حوالي 22 ل 25 مليون جنيه في 3 ايام عشان نعمل كده، فاحنا بنقول دي شهاده ثقه في الاقتصاد المصري، حتى لو هو بيتعرض لكبوه او كبوات فهو بيقوم منها بسرعه وهيفضل الثقه دي موجوده. الحاجه الثالثه ان احنا بنبعت رساله سياحيه للعالم كله ولحكومات العالم كله، بنقول ان مصر احنا عاملين احتفاليه في حضن الهرم من اقدم ان ما كانش اقدم بقعه في تاريخ مصر، في تاريخ نعم. في تاريخ العالم اكشلي اقدم حضاره نعم. في العالم كله. فانا النهارده لما بنيجي نعمل الحدث ده في الحته دي فاحنا بنقول للسياح اتفضلوا عندنا مصر امنه، بكره عندنا 7000، النهارده كان عندنا حوالي 2000 2000 ونص طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه وعائلاتهم واسرهم، وكان عندنا ابناء شهداء الثورات 25 و30 6 وابناء الشرطه والقوات المسلحه كانوا مشرفين النهارده، كان يوم من جميل. احلى الايام اللي انا شخصيا شاركت فيه وشفته. فدي رساله سياحيه واضحه جدا ورساله رياضيه لاي حد او بلد بتشكك في ان مصر غير قادره على تنظيم حدث اي حدث ايا كان كاس العالم الاصلي، مش ماتش بقى في تصفيات كاس العالم، لا ده احنا عندنا كاس العالم الاصلي قدام حضرتك وبيتنقل في القاهره من حته لحته. انا قلبي يعني بيرفرف وانا ببص له بس كده، يعني مجرد النظر ليه بفرح. يعني زي ما قلت لحضرتك كان في شويه تحديات، كان في متطلبات امنيه للكاس قبل ما نوصل. الحقيقه وزاره الداخليه تاني انا 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 بشكرهم شكرا جزيلا، وزارة الداخليه القوات المسلحه، لان في لجنه شكلت من حوالي 25 جهه في وزاره الداخليه، المخابرات الحربيه بتشارك في تامين الكاس، الامن الوطني بيشارك في تامين الكاس. بشكر كل يعني انا الحقيقه كنت واقف في الفينيو النهارده معايا كل قيادات وزاره الداخليه من اكبر كبير لاصغر صغير، يعني طبعا ما عدا السيد وزير الداخليه لان تحركاته محسوبه، ان انا بتكلم على كل لجنه، القائد اللجنه اللي اتشكلت نعم لحمايه الكاس اللي هو ممتاز عبدالله، يعني حاجه يعني رائعه رائعه رائعه، مش سايبين هفوه الحقيقه. الحمد لله، الف مبروك ومبروك على التنظيم الرائع، وبنشكركم مره ثانيه على الجهود اللي انتم بذلتوها. استاذ احمد نظمي مدير تسويق شركه كوكاكولا، كاس العالم في مصر، كاس العالم وبيلف 89 دوله، في اغلب الدول بيقعد يوم يومين، عدد قليل جدا من الدول اللي هيقعد فيها كاس العالم 3 ايام من هذه الدول، في ثالث جوله له من تسع، احنا الدوله الثالثه من 89 يعيش في مصر امنا مطمئنا. علينا ان نسعد ونسعى ان مصر تفضل دايما بخير وامان، ونشجع كل مؤسسات العالم وكل شركات العالم وكل دول العالم انهم يجوا بلدنا يعيشوا ويستثمروا، اهلا وسهلا بيهم. بشكركم، حاسبكم مع تقرير حول جوله كاس العالم في مصر. دائما نلتقي على الخير والفرح والامان، الى اللقاء.
من أمام ذلك تمثال المسيح المخلص في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. وفي يوم 12 سبتمبر بدأت أكبر جولة لكأس العالم، حيث سيطوف 89 دولة حول العالم، وتقطع الجولة العالمية للكأس أكثر من 92,000 ميل. ينتقل الكأس بين الدول والمدن بطائرة خاصة مرسوما عليها شعار الدولة برفقة فريق خاص يقوم بحماية الكأس. وفي يوم عرض الكأس في كل مدينة يمكن للجماهير الحصول على صور تذكارية معه. بدأت جولة الكأس للمرة الأولى في عام 2006 في الفترة من يناير وحتى إبريل من العام نفسه، قبل فعاليات كأس العالم التي أقيمت في ألمانيا في هذا العام. وخلال تلك الجولة التي حققت نجاحا كبيرا، زار الكأس 28 دولة و31 مدينة، والتي بدأت في أكرا بغانا وانتهت بروما في إيطاليا، مرورا بريو دي جانيرو ومكسيكو سيتي ولوس أنجلوس وطوكيو وبكين ولندن. نظمت الجولة الثانية لكأس العالم على نطاق أوسع بكثير نظرا للنجاح الكبير التي حققته الجولة الأولى. وخلال الجولة الثانية والتي امتدت من سبتمبر لعام 2009 وحتى مايو لعام 2010، طاف الكأس 84 دولة حول العالم، من بينها 50 دولة إفريقية زارها الكأس لأول مرة، وعلى رأسها مصر. قبل زيارة الكأس لمصر توجه الكأس إلى فلسطين والأردن، وبعد انتهاء زيارة مصر سيتوجه الكأس إلى دول المغرب العربي.